مرحبا بكم في العرض التقديمي عن تبسيط الجذور. دعونا نبدأ مع الحصول على القليل من المصطلحات. ربما كنت تتساءل ما هو الجذر وسأقوم بتوضيحه لكم. هل أنتم مستعدون؟ هذا هو الجذر، أو ربما من المألوف أن تسميه برمز الجذر التربيعي. إذن بهذه المصطلحات التي لدينا دعونا نتحدث عن ما نعنيه بتبسيط الجذر. وبعض الناس يعتقدون أن ما سنفعله سيزيد الأمور تعقيدا، لكن دعونا نرى. اسمحوا لي أن أمحو هذا. إذا أعطيتكم الجذر التربيعي ل36، لربما ستقول مهلا هذا سهل، هذا يساوي 6 ضرب 6، أو ستقول أن الجذر التربيعي ل36 هو 6. الآن ماذا لو سألتكم ما هو الجذر التربيعي ل72؟ حسنا، نحن نعرف أن 72 عبارة عن 36 ضرب 2، أليس كذلك؟ دعوني أكتب هذا. الجذر التربيعي ل72 يعادل الجذر التربيعي ل36 ضرب 2. ما قمت به هو إعادة كتابة 72 لتصبح 36 ضرب 2. والجذر التربيعي إذا كنت تتذكر هو المستوى الثاني من الأسس. الجذر التربيعي عبارة عن عدد ما مرفوع للقوة نصف. لذلك دعونا نكتب بهذه الطريقة، وأنا أكتب بهذه الطريقة حتى أوضح لكم كيف يتم تبسيط الجذر، وهو في الواقع ليس مفهوما جديدا. إذن هو نفس 36 ضرب 2 الكل مرفوع للقوة نصف، أليس كذلك؟ لأنه جذر تربيعي أي نفس القوة نصف. وتعلمنا من قواعد الأسس أنه عندما نضرب عددان ومن ثم نرفع الناتج للقوى نصف، فهذا نفسه كرفع كل قيمة للقوى نصف على حدة. إذن 36 للقوى نصف ضرب 2 للقوى نصف، ثم نضربهما. صحيح، حسنا، هذا نفسه كأن نقول الجذر التربيعي ل36 ضرب الجذر التربيعي ل2. وقد قمنا بالفعل بإيجاد الجذر التربيعي ل36، إنه 6، إذن هذا يساوي 6 ضرب الجذر التربيعي ل2. وربما كنت تتساءل لما قمت بخطوة تبديل الجذور هذه، أي بدلت رمز الجذر التربيعي بالقوى نصف. فقد قمت بهذا لأريكم بأنه مجرد امتداد لقواعد الأسس، وهذا ليس مفهوما جديدا. على الرغم من أنه أحيانا يكون غير واضح من أن لهما المفهوم ذاته، وأريد أن ألفت الانتباه إلى ذلك. لذا دعونا نحل مسألة أخرى. أعتقد أنه كلما قمنا بحل المزيد من الأمثلة ستتضح الأمور أكثر. الجذر التربيعي ل50، حسنا، الجذر التربيعي ل50، 50 يساوي 25 ضرب 2، 25 ضرب 2، ونحن نعرف تبعا لما فعلناه للتو أن هذه قاعدة أسية. الجذر التربيعي ل25 ضرب 2 يساوي الجذر التربيعي ل25 ضرب الجذر التربيعي ل2. ونحن نعرف جيدا ما هو الجذر التربيعي ل25، وهذا يساوي 5 ضرب الجذر التربيعي ل2. الآن يمكن أن تقول لقد جعلت الأمر يبدو سهلا، ولكن كيف عرفت أن تجزئ 50 إلى 25 ضرب 2؟ لماذا لا يمكننا القول أن 50 تساوي الجذر التربيعي ل5 ضرب 10؟ أو أن 50 تساوي الجذر التربيعي، في الواقع أعتقد أن 50 و1، فأنا لا أعرف ما هي العوامل الأخرى ل50. حسنا، على أي حال فأنني لن أتعمق في هذا. السبب الذي جعلني أختار 25 و2 هي أنني أردت عامل 50، كنت أريد أكبر عامل لل50 والذي يعد مربعا كاملا وهو 25.
وإذا كنت قد اخترت 5 و10 بالتالي لن يكون لدي أي شيء لأفعله هنا لأن كل من 5 أو 10 لا تعد مربعات كاملة ونفس الشيء بالنسبة ل51. الطريقة التي ينبغي أن تفكر بها هي التفكير بعوامل العدد الأصلي ومعرفة أي من هذه العوامل هي مربعات كاملة، وليس هناك طريقة ميكانيكية. عليك حقا أن تدرك المركبات الكاملة وتصبح مألوفة بالنسبة لك إنها 1 4 9 25 16 25 26 49 49 64، وهلم جرة. أو ربما عند حل هذه المسألة سوف تتعلم كيفية التعرف على هذه العوامل، لكن إذا كان أي من هذه الأعداد يعد عاملا لعدد تحت الجذر فسيكون عليك تحليلها إلى عواملها، وبعد ذلك يمكنك أن تخرجها خارج الجذر كما فعلنا في الأعلى في المسألتين السابقتين. دعونا نحل مسألتين أخريتين. ما هو ناتج 7 ضرب الجذر التربيعي ل27؟ وعندما ألحق الجذر التربيعي بسبعة هذا يعني أنها مضروبة بالجذر التربيعي ل27. حسنا، دعونا نفكر في عوامل 27 وإذا كان أي منهم يعتبر مربعا كاملا. حسنا، 3 تعد عاملا ل27 لكنها ليست مربعا كاملا، أما 9 فهي كذلك. لذا يمكن أن نقول 7، وهذا يساوي 7 ضرب الجذر التربيعي ل9 ضرب 3. والآن بحسب القواعد التي تعلمناها للتو هذا يعادل 7 ضرب الجذر التربيعي ل9 ضرب الجذر التربيعي ل3. حسنا، هذا يساوي 7 ضرب 3 لأن الجذر التربيعي ل9 هو 3 ضرب الجذر التربيعي ل3. هذا يساوي 21 ضرب الجذر التربيعي ل3. وانتهت المسألة. دعونا نحل واحدة أخرى. ما ناتج 9 ضرب الجذر التربيعي ل18؟ حسنا، مرة أخرى، ما هي عوامل 18؟ لدينا 6 و3، 1 و18. لا شيء من الأعداد التي ذكرتها الآن تعد مربعات كاملة، لكن لدينا أيضا 2 و9، و9 عبارة عن مربع كامل. لذلك دعونا نكتب هذا. هذا يساوي 9 ضرب الجذر التربيعي ل2 ضرب 9، وهو ما يعادل 9 ضرب الجذر التربيعي ل2، هذه 2 ضرب الجذر التربيعي ل9، ويساوي 9 ضرب الجذر التربيعي ل2 ضرب 3، أليس كذلك؟ هذا هو الجذر التربيعي ل9، والذي يساوي 27 ضرب الجذر التربيعي ل2. وانتهينا من حلها. أتمنى أنك بدأت تستوعب هذه المسائل. دعونا نحل واحدة أخرى. ما ناتج 4 ضرب الجذر التربيعي ل25؟ أيضا 25 بحد ذاتها مربع كامل. هذا نوع من المسائل التي تبدو بسيطة لكنها تحتوي على خدعة. 25 عبارة عن مربع كامل، جذره التربيعي يساوي 5، إذن هذا يساوي 4 ضرب 5، أي يساوي 20. الجذر التربيعي ل25 هو 5. دعونا نحل مثالا آخر. ما ناتج 3 ضرب الجذر التربيعي ل29؟ 29 لديها عاملين فقط وكلاهما أعداد أولية، عواملها هي 29 و1 فقط، وكلاهما مربعات غير كاملة لذلك لا يمكن تبسيط المسألة أكثر. إذن هذه هي أبسط صورة. دعونا نقوم بحل المزيد. ماذا عن 7 ضرب الجذر التربيعي ل320؟ دعونا نفكر ب320.
حسنا، يمكن أن أقوم بالحل بعدة خطوات. عندما يكون لدينا عدد كبير كهذا يمكنني أن أنظر إليه وأقول حسنا، إنها تبدو وكأنها 4، ويبدو أن 16 تقسم على العدد، لأن 16 يقبل القسمة على 32، ودعونا نحاول ذلك. هذا يساوي 7 ضرب الجذر التربيعي ل16 ضرب 20. حسنا، هذا يعادل 7 ضرب الجذر التربيعي ل16 ضرب الجذر التربيعي ل20. إذا ضرب 7 الجذر التربيعي ل16، الجذر التربيعي ل16 هو 4. 7 ضرب 4 يساوي 28، وهذه 28 ضرب الجذر التربيعي ل20. هل انتهينا الآن؟ في الواقع أعتقد أنه يمكنني أن أحلل 20 إلى عواملها، حيث أن 20 تساوي 4 ضرب 5. أستطيع أن أقول أن هذا يساوي 28 ضرب الجذر التربيعي ل4 ضرب 5. الجذر التربيعي ل4 هو 2، بذلك يمكننا أن نخرج الـ2، ويصبح لدينا 56 ضرب الجذر التربيعي ل5. وأمل أن يكون هذا منطقيا بالنسبة لكم، وهذه في الواقع تقنيها هامة جدا. عندما أنظر إلى 320، أنا لا أعرف ما هو أكبر عدد يقبل 320 القسمة عليه، أعتقد أنه 64، لكن مجرد النظر إلى العدد سأقول أعلم أنه يقبل القسمة على 4، إذا سأختار 4، وأقول هذا يساوي 4 ضرب 80، ومن ثم سأقوم بتحليل 80. في هذه الحالة عندما أرى 32 سأعرف أنها تقبل القسمة على 16، الآن سأجد عوامل 16. عند أخذ الجذر التربيعي ل16 أقوم بضرب ما هو خارج رمز الجذر ب4، وبهذه الطريقة حصلت على 28، ومن ثم أقلل من قيمة العدد الموجود داخل الجذر وأقول لا يزال يقبل القسمة على مربع كامل، إنه يقسم على 4، ومن ثم أستمر في هذا إلى أن أحصل على عددا أساسيا أو أوليا أو عدد تحت رمز الجذر لا يمكن إنقاص قيمته أكثر، ولا يجب أن يكون أوليا. أتمنى أن هذا منحكم شعورا طيبا لكيفية القيام بتبسيط الجذور، وأنه حقا مجرد امتداد لقواعد الأسس التي تعلمتها سابقا. وأتمنى أنه كلما قمت بحل المزيد من الأمثلة كلما تمكنت من الموضوع أكثر. استمتعوا بوقتكم.